الخبير الاستراتيجي ياسر فراويلة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك. يعني طبعا معروف الناس هتقول لك طب ومصر اشمعنا بتطلب للجانب الفلسطيني ما بتطلبش للمدنيين الغلابه الاسرائيليين؟ طبعا اسرائيل بكامل قوتها وعندها المعونات بتاعتها وعندها الناس عيشه كويسه، لكن الوضع على الارض يا فندم مؤلم جدا. احنا بنتحدث عن الاف القتلى من الطرفين وبنلامس سقف 10,000 مصاب أيضا من الطرفين. تقييم حضرتك للوضع على الأرض بعد 5 أيام من الحرب دي؟ أولا هو في عدة حقائق لابد أن نذكرها بالمناسبة. تفضل. أن عملية تفريغ غزة من سكانها وإزاحتهم من غزة النهائي هذا مخطط سبق ترتيبه وتجهيزه بمعلومية أمريكا وحلفاء إسرائيل، وكان مقدم عليه نتنياهو وبدأ في عملية التنفيذ على أساس أنه ليس أمامهم سوى مصر أن يذهبوا إليها. أي. وكان مصر بلا حارس وبلا قرار سوف تستقبلهم عنوة، ولذلك أصر الرئيس السيسي أن المعابر مغلقة ليس لأسباب إنسانية، ولكن حتى لا يتكرر سيناريو 48 مرة أخرى حينما فر الفلسطينيين وفرغوا الأرض نتيجة إرهاب الجماعات الصهيونية. إذا ما نتفق على هذه الضجة هو نتنياهو وعليه أن يتحمل النتائج. الأمر الثاني أو الحقيقة الثانية، لا أنهي ضجة معلش يا فندم، ماذا تقصد بهذه الضجة اللي افتعلها نتنياهو؟ أحداث غزة. أحداث غزة. طب يعني برضه هو الذي افتعلها، هو كان المقاومه قامت برد الفعل او الفلسطينيين قاموا برد فعل وليس الفعل. حضرتك تقصد ايه الفعل؟ كان ايه يعني ممارسات الحكومه المتطرفه؟ الاحداث التي في غزه استفز مشاعر الفلسطينيين باقتحام المقدسات بتاعتهم. تمام. يعني حضرتك تتحدث عن ممارسات مستفزه من حكومه نتنياهو ادت الى ما فعله الفلسطينيين. تمام، اتفضل. يعني النتيجه الطبيعيه الاحداث الحاليه. تمام. هذا اولا. ثانيا يعني الفلسطينيين مش هم اللي بداوا الاحداث. ثانيا ان الجيش الاسرائيلي انهار بالفعل، دوله اسرائيل انهارت بالفعل، ولذلك استدعت قوات امريكيه، هناك قوات امريكيه على الارض، قوات بولنديه، وفي الطريق قوات بريطانيه وفرنسيه واوروبيه سوف تصل تباعا الى الاراضي الاسرائيليه لمنع انهيار تام للجيش الاسرائيلي. المجندين يهربون، هذه حقيقه، ولولا ذلك ما استدعت اسرائيل جندي واحد، بل استدعت 300,000 احتياطي، يعني ربع مليون جندي، يعني حاجه تعدت ربع مليون. تمام. معنى كده ومن الخارج، مش الى جانب القوات الامريكيه التي وصلت بالفعل وتمارس عملها في المعسكرات الاسرائيليه وتعد لما يعرف بالهجوم البري. اذا هذه الحقائق على الارض، الفلسطينيين استطاعوا ان هم يهاجموا المستوطنات بالفعل ويستقروا فيها، بدليل ان هم قادرين ان هم يسحبوا عناصرهم ويرجعوهم. قاموا بالهجمه وتركوا مفخخات وتركوا عناصر هناك للتعامل مع اي اسرائيلي او عسكري داخل المستوطنات، وهو ما اثار رعب اسرائيل. المستوطنون لا يستطيعون العوده الى بيوتهم، صاروا مشردين وصاروا في مشكله في الشارع. طب استاذ ياسر، عايز اخد راي حضرتك في خبر مهم النهارده، هو اعلان امريكا انه تم الاتفاق مع قطر على منع وصول ايران لحساب تضع فيه 6 مليار دولار بعد عملية طوفان الأقصى. هذه عمليات كلها عمليات إنقاذ لإسرائيل. إسرائيل بتنهار بالفعل. همهم الأول ألا تصل إيران إلى منطقة. إيران لم تشارك حتى هذه اللحظة. إيران بتنسق مع دول المنطقة وغالبا بما فيهم مصر لإنقاذ أهالي غزة. ويكفي لكل المشككين في دور مصر ان غزه لا زالت واقفه وان المقاومه لا زالت واقفه على رجليها حتى هذه اللحظه. ولا نريد ان نصرح بان الدعم المصري غير محدود للغزاويه،
وان الرئيس السيسي بس هو ده اكده سياده الرئيس النهارده. الحقيقه بشكرك جدا يا فندم الخبير الاستراتيجي ياسر فراويله. سياده الرئيس اكد زي ما قريت لحضراتكم ان الدعم لفلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني وارضه، وعشان تدعم الارض يبقى لابد ان يظل بها شعبها. لكن فكره ان انت تستقبل الشعب وتقول خلاص يا جماعه مش مشكله بقى، ما كلنا عرب وكلنا اخوات وكلنا يعني مسلمين، يعني ممكن يبقى هو ده الخطاب اللي بيوجه لاهالي غزه، فمش مشكله بقى ايه بدل ما يموتوا والتانيين ياخدوا الارض بقى، مش مشكله. فانت بتفرغ القضيه من معناها.